لما أبوكي مات تحايل عمك وخد كل حاجة، دلوقتي بتظهر بنت عمك بتقنعك إن أنا اللي قتلت أبوكي. قوليلي إنتي بعد اللي أنا حكيته لك ومتأسف أسرة، مين المجني عليه؟ اللي مات وعرفوا مكانه ولا اللي عايشة ميت؟ كدابة. بس عارفة انت طلعتي ممثلة هايلة جدا، انا لو من عمي كنت انتجتلك مليون فيلم، عارفة ساعتها كان هيحصل ايه؟ الجمهور كان هيتجنن بيكي. ليلي انا ما قلتش غير الحقيقة صدقيني. وكرم ماله كرم؟ على فكرة بابا قالي على كل حاجة. قال لك ايه؟ يعني ممكن جدا كرم يكون باباكي. ايه؟ انت بتقولي ايه؟ مجنونة انت؟ كرم طول الوقت بيمشي وراكي على امل يا عيني انك تحني عليه وتتجوزيه. انت دي كدابة ما تصدقيهاش، دي في حاجة في مخها. وايه كمان؟ الحل الوحيد ان هو كان يحاول يساعدك عشان تعملي اللي انت عايزاه بعد ما يئس منها. احب اقول لك ان مامتك كانت بتخون باباكي مع كرم. انت ايه؟ استني بقى، حرام عليكي، كفايه فضايح لحد كده. انت ايه؟ قدري الاسود في الدنيا، ارحميني بقى من عمايلك السودا اللي ما بتتهديش. انت كذابه والله كذاب. كفايه كذب انت بقى، ارحميني حرام عليكي. هدي نفسك يا ليلي، مهما كانت دي مامتك. الو، ايوه يا استاذ كرم، كله تمام. لو الامور مشيت زي ما اتفقنا يبقى قريب جدا ليلي هتقتل شويكار، وبعدها ليلي هتخش السجن ونخلص من الاتنين سوا. اوكي تمام. كفايه فضايح لحد كده. انت ايه؟ قدري الاسود في الدنيا، ارحميني بقى من عمايلك السودا اللي ما بتتهديش.